إذن مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا إلى فاضل حفلنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا المساء مع هذه الانطلاقات المتواصلة ومع هذه التحديات المستمرة. شوط ينتهي وشوط يبدأ من أشواط الخير والبركة في هذا اللقاء الجميل مع هذا المساء التي تتجدد في تواصل هذه الشعارات المتميزة وتواصل الأسماء الكبيرة. ينطلق شوطنا العاشر للقاية. القعدان والمسافة هي 4 كيلومترات. نسير وإياكم بداية إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول لكيارات تواجد من قبل مذهل لهجنم الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارة سياف لهجن انتاج أم الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير في عملية التضمير على المستوى الثاني. نقلة إلى ثالث المراكز لكيارة تواجد من قبل صايب لهجن أم الزبار جابر بن علي بن نجم المري على ثالث المراكز. نقلة إلى رابع المراكز لكيارة تواجد من قبل اللباس لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة يصل المحنك الآن على المستوى الرابع. نقلة إلى خامس المراكز لكيارة وصول من قبل الريل لهجن أم الزبار. الريل وصل في هذه اللحظات سعد بن سالم بن حمد النعيمي في عملية التضمير على خامس المراكز. هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المتواصلة للبحث عن الناموس الغالي في أعتى وأغلى الميادين في ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. كما تابعتم وتابعنا وإياكم مجريات وأحداث هذا الشوط. العودة إلى البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول لكيارة مذهل على البداية وعلى الانطلاق الأول. ينطلق لهجن أم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صرير المري على البداية وعلى الانطلاق الأول. بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارة تواجد من قبل الريل لهجن أم الزبار سعد بن سالم بن حمد النعيمي على ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز وصل لباس في هذه اللحظات لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة على ثالث المراكز. رابع المراكز وصلت الآن وصلت الشعارات تشكلت الخطورة. وأيضا القادم صايب لهجن أم الزبار جابر بن علي بن نجم المري ووصل بادي وصل في هذه اللحظات لهجن أم الزبار حمد بن سالم بن بريك المري على خامس المراكز. ولكن وين يا الريل وين انطلق في هذه اللحظات هنا على البداية وعلى الانطلاق الأول بهذا الإنجاز بهذا الإبداع المتميز لهجن أم الزبار بقيادة سعد بن سالم بن حمد النعيمي. ذهب بهذا الأداء الجميل ذهب بهذا البطل المتميز والأنيق بهذه العروض الكبيرة وبالعروض المتميزة. والعصاف الأبطان بدون أوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق بسم الله ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الانطلاقة الجميلة وعلى هذه الانطلاقة الكبيرة والعروض النهائية النعيمي. والعصاف
في الابطان. الريل 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 لهجن ام الزبار بقيادة سعد بن سالم بن حمد النعيمي من قاد لنا هذا البطل وتألق بهذا الانتصار المتميز والجميل. ثاني المراكز وصل شديد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني حمد بن طالب بن علي بن عمارة من قاد لنا شديد. بينما ثالث المراكز كان الانطلاق من قبل صايب لهجن أم الزبار جابر بن علي بن نجم المري. رابع المراكز وصل شعار لباس لهجن انتاج أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. خامس المراكز كان الوصول من قبل الصحاب لهجن انتاج أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من قاد لنا هذا البطل المتميز. مشاهدين الاعزاء متابعين لفاضل كما تابعنا واياكم هذا البطل المتميز من قاد لنا هذا البطل تهانينا والف مبروك. 6 دقائق ثانيتين 8 اجزاء من الثانيه تهانينا والف مبروك. بينما ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات شديد بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة. 6 دقائق 5 ثواني 46 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان الوصول والانطلاق من قبل صايب لهجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم المري. 6 دقائق 5 ثواني 96 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز والجميل. انطلاقاتنا مستمرة، شوطنا القادم بصوت الزميل سعيد المالكي.